اهلا، مرحبا بكم في قناه وصفات جمال طبخ. في دقائق فيديو جديد على القناه، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. غادي نقدم لكم رغيفات معمرين، خليكم مع الفيديو. على بركة الله، بالنسبة للحشوة فغادي نحتاجو شوية ديال الزيت، غادي نديروها في المقلة، من بعد غادي نديرو معاها جوج هنا غادي ندوزو العجين. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاج 4 الكيسان ديال الدقيق الفورس، وغادي نحتاج ايضا معلقه صغيره ديال السكر الخشن وشويه ديال الملح، وغادي نخلط بالماء دافئ على حسب النوعيه ديال الدقيق. وغادي نزيد ايضا معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. هنا من بعد ما عجنت العجين ديالي مزيان، فانا غادي نخليها ترتاح تقريبا مده 5 ديال الدقائق. ما
بعد ما ارتحت لي العجين ديالي فانا غادي نقسمها لكرات تقريبا جاتني هنايا 9 ديال الكرات، ودهنتهم شويه ديال الزبده والزيت، فغادي نغطيهم ايضا نخليهم يرتاحوا شويه، ومن بعد غادي نبداو نقرصوا في العجين ديالنا. من بعد ما طابت لي الحشوة وخليتها تشرب هذاك الماء مزيان، فغادي نحتاج هنايا شويه ديال النشا، وغنحتاج ايضا الزبده والزيت مخلطين، ودابا غادي نبدا نقرص في العجين. هنا من بعد ما قرصت اول كره فغادي نرش عليها شويه ديال النشا، من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي فانا غادي ندخلهم للفران من بعد ما سخنتهم من قبل. كندهنهم هنا بشويه ديال الزبده وزينتهم بخطوط على شكل اكس. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا، كيجيو هائلين وبنان وكيجيو ايضا مقرمشين، فنتمنى انكم تجربوهم. وما تنساوش خليو لي اعجاب وتضغطوا على زر الجرس وتشتركوا بالقناه باش يوصلكم دائما الجديد، وايضا ما تنساوش خليو لي التعليق ديالكم اللي كيفرحوني بزاف. خليتكم فرحت الله، دمتم في رعايه الله.